السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على استراتيجيات الهدم المستدامة اللي ممكن من خلالها نقلل الكربون المضر للبيئة. زي ما احنا عارفين ان المباني مسؤولة عن 42% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنويا على مستوى العالم. خلال عمر المبنى بيبقى فيه مشاكل كتيرة من ناحية الكربون، اهمها اثناء البناء واثناء الهدم، يعني في لحظة البداية وفي لحظة النهاية، في لحظة التشييد وفي لحظة الهدم. فاحنا عايزين نعرف ازاي ان احنا نقلل الكربون المنبعث دهوت، وننفذ استراتيجيات بناء مستدامة للمباني وهدم مستدام للمباني. يعني ممكن عمليات الهدم تستخدم عملية تفكيك للمباني والأجزاء الستراكشر أو الهيكلية، وازاي ان احنا نهدها أو ندمرها بشكل مستدام، بشكل يحافظ على المواد ديت بحيث ان احنا نقدر نستخدمها بشكل ما يساعدش على انبعاثات الكربون، ازاي نستفاد منها، ازاي ان احنا نعمل اعادة تدوير للنفايات عشان نعمل نظام تفكيك اكثر استدامة، نظام استراتيجية هدم مستدامة. لان اغلب عمليات الهدم بتؤدي لحطام مبنى ما نقدرش ان احنا نستخدمه، لا احنا هنرميه في النفايات. فالتفكيك المستدام ان احنا نفكك المبنى قطع قطعة بنقدر ننقذه ونقدر نعيد استخدامه في مشاريع تانية. نقدر نستفاد من الابواب، من الشبابيك، من الاستراكشر، من السقف، والحاجات دي لازم ندرسها بعناية لان ده جزء كبير جدا من اعادة التعمير. طبعا في ممارسات هدم حالية زي استخدام التفجير الداخلي اللي هو بيتحكم فيه، وانظمة آلية متقدمة لتفكيك المبنى بعناية، والاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من مكونات المبنى لإعادة استخدامه. فاحنا بنستخدم الهدم المتحكم فيه، وغالبا ده بيستخدم في المباني الشاهقة، سلسلة من الانفجارات الصغيرة الموضوعة بشكل استراتيجي داخل المبنى بحيث ان هو يضعف الدعامات او الاستراكشر، بحيث ان هو يمنع الهيكل من التدمير بالكامل وتحويله لركام. بدل من كده بيتقسم بحيث ان احنا نقدر نعيد استخدام المواد. وفي طبعا بعض المواد اللي ممكن تستخدم بحيث انها تساعد على تحطيم الهياكل الخرسانية بدون انفجارات. طبعا احنا منلجأش للهدم غير لما نكون يعني استنفذنا كل الحلول واعادة استخدام المبنى بشكل اخر واعادة البناء تاني، او ان احنا نعمل له تدعيم بشكله او اخر. يعني مجلس المباني الخضراء اللي هو في المملكة المتحدة UKGBC قال لك ان في منهج معين ان احنا ما نلجأش الهدم غير لما نجرب كل الطرق الاخرى، تمام. وفي عملية النظر في هذه البدائل ممكن نسميها التصميم من اجل التفكيك. التصميم من اجل التفكيك دوت بيبدأ مع بداية المبنى، ان احنا نبدأ نختار المواد ونختار الادارة للمواد المنتهية الصلاحية بشكل مسؤول. لو بعد 100 سنة عايزين نعيد استخدام المواد ديت، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعيد استخدامها. يعني ممكن نلجأ لموضوع التصنيع سابق، يعني ان احنا نصنع في المصنع الحاجات وان احنا نركبها بعد كده، بحيث ان احنا لو حبينا ننقل المبنى نقدر ان احنا نفك المبنى وننقله مكان اخر. يعني فرض ان انت بنيت المبنى وطلع مثلا في كوبري هيعدي في المكان ده، فالمبنى ممكن يفك لان هي مباني جاهزة للتصنيع او سابقة التصنيع، فتقدر ان انت تركبها وتعشقها في بعض بحيث يبقى سهل جدا ان انت تفكها بعد كده وتنقلها لمكان اخر. ولذلك كنت انا معترض على الجسر اللي اتعمل في قلب النيل لان هو معمول بالخرسانة، فده معترض على قوانين البيئة اللي موجودة، وصعب جدا ان انت تفكه وتنقله مكان تاني لو حبيت ان انت تنقله. كان ممكن يتعمل باكتر من حاجة ويبقى سليم وكل حاجة، وفي اي وقت تقدر ان انت تنقله، وفي نفس الوقت ما بيتفاعلش مع المياه.